مساء الخير، وحشتوني جدا. اتمنى تكونوا بخير. النهارده هناخد درس 86. الدرس كان بيتكلم على مسائل الجمع بس باستخدام جدول القيم المكانيه. يعني مثلا اول مساله عندنا هناخدها اللي هي 264 زائد 351. ده احنا متعودين على الجمع العادي، بس احنا النهارده هنستخدم جدول القيمه المكانيه. ده الدرس صفحة 52 و53. هنشوف ازاي هنستخدم عملية الجمع بجدول القيمة المكانية. يعني مثلا عندنا في الأحاد رقم 4، فهناخد 4 كده 1 2 3 4، وفي الأحاد التانية 1، نيجي تحتها نحط 1. طيب في خانة العشرات عندنا كام؟ 6، 1 2 3 4 5 6. احنا كده عندنا 6. يعني ايه ده؟ كل واحد من دول، كل عمود من دول فيه 10 من اللي هم اللي موجودين في الاحاد. طب انا عندي 6 هنا عشرات، وعندي هنا 5 عشرات، بس عشان المكان لو حطيناهم هيبقى 6 و5 كام؟ 11 10. واحنا عندنا في خانة العشرات ما ينفعش تتحمل اكتر من 9. يعني لو 10 عشرات لازم نرحلهم لخانة المئات ويطلعوا معانا 100. طب احنا عندنا دول 11 10، يبقى احنا المفروض ناخد منهم كام؟ ناخد منهم 10 عشرات ونحولهم لخانة المئات ل100. يعني هاخد 10 عشرات بالطريقة دي، وهسيب 10 واحدة بس، وهنوديها نرحل العشر عشرات لما تروح خانة المئات تتجمع على بعض يديني 100. احط دي عبارة عن 100. المية دي يعني ايه؟ يعني 10 عشرات، 10 من دول، 10 اعمدة من دي. طيب نكمل. احنا قلنا الاحاد 4 وهنا 1 يبقوا 5، وفي العشرات 6 و5 طلعوا 11 10. سيبنا 1 منها ورحلنا الباقي لكام؟ ل100. طب دي المية اللي احنا رحلناها. طيب ايه الارقام اللي موجودة في خانة المئات اصلا؟ انا دي اللي رحلتها، دي رقم 1. عندي هنا 200 في المئات، يبقى 1 2، وعندي في الرقم الثاني 3 في المئات، يبقى 1 2 3. لما نيجي نجمع الرقم ده نشوف خانة المئات فيها كم مية. 1 2 3 4 5 6، يعني 6 مئات كده، يبقى معانا 6 مئات. والعشرات عندي 1 بس، والأحاد 1 2 3 4 5، يعني 264 زائد 351 هيديني الناتج 615. ده اسمه جدول القيمة المكانية. طيب نرجع للمسائل بتاعتنا، احنا خلاص عرفنا هنعملها ازاي في جدول القيمة المكانية. نكمل بقى باقي المسائل اللي عندنا. عندنا هنا 5 مسائل، دي اول مسألة هنكتبها. طيب ايه تاني مسألة؟ تاني مسألة هنكتب 790 زائد 150 يساوي. طيب نجمع دول كده، 0 زائد 0 هيطلع لي الناتج 0. 9 زائد 5، زي ما اتعلمنا يا اولاد ازاي اجمع رقم ارقام على بعض يديني الناتج اكبر من 10. بنحط 9 في مخنا ونطلع 5 على ايدينا ونبدأ نجمع. بعد 9 10 11 12 13 14. يعني انا بقى معايا رقم اكبر من 9. طب هي ال 14 ينفع احطها كلها؟ اتفقنا ان ما ينفعش. بنحط الاربعة ومعانا الواحد اللي هو بيبقى جنب الاربعة، بنروح بفين؟ بنطلع بيه في الخانة اللي بعدها. يعني ايه؟ احنا جمعنا 9 و5 14، حطينا الاربعة وطلعنا بالواحد فوق 7 اللي هي عند خانة المئات، يبقى 1 زائد 7 يبقى 6. 6 زائد 1 كام؟ 8.